عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننسى نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن سماره ورشا وعيد ميلاد رشا تغري كل سنه وهي طيبه واتمامها 22 سنه عقبال مليون سنه يا رب ان شاء الله، هي وكل متابعينا الجمال. وكل سنه واي حد طيب يكون عيد ميلاده في شهر اصلا 8 والشهر الجاي والشهر اللي قبليه. كل سنه وكل حضراتكم طيبين باذن الله. وطبعا سماره صديقتها العزيزه جدا عليها، وكمان رشا صديقه سماره، هما الاثنين اصدقاء قريبين جدا من بعض، ربنا يحميهم يا رب ويخليهم لبعض ان شاء الله. واحتفلت بعيد ميلادها الجميل وسماره كانت موجوده. تعالوا بينا نشوف العيد ميلاد الجميل اللي كانت سماره نزلت منه صوره على السناب شات وانا عرضتها لحضراتكم من الورود الحمراء. ده كان عيد ميلاد رشا، ورشا عرضت عيد ميلادها، وطبعا عيد ميلاد جميل جدا جدا. يلا بينا. يكون خلص خلاص، ونشوف حضراتكم على ألف خير يا رب. فيديو جديد وخبر جديد، كل سنة وهي طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله، وربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين في حياتنا، وتكون دايما بدايات سعيدة وجميلة علينا يا رب العالمين.